المستجدات اللي يمكننا نهضروا عليها على الحالة اللي كنعيشوها الآن مع كورونا هي بالطبع إيجابية وليس بسلبية، مع العلم أن بعض الحالات جدود كتبان اللي كتأثر على المجهودات اللي كتقوم بها وزارة الصحة والداخلية ولا الأطباء اللي كيعالجوا هاد المرض. هاد البؤر اللي كيبانوا يقدروا يبانوا واحد آخرين، ولكن ما كنظن بلي غادي يكون عندهم واحد التأثير سلبي على نجاح هذا المشروع اللي دار من مدة دابا شهرين أو الشهر الثالث، لأن نوع ديال هذا الفيروس كوفيد 19 ما بقاش عنده ديك الشراسة اللي كانت في الأول، لأن النسخ ديالو اللي تصاوبت من بعد اللي يمكننا نقوله هو ان اذا بقوا الناس محترمين الوسائل ديال الوقايه مثل غسل اليدين ودير الكمامات، وبالخصوص المحافظه على المسافه اللي تكون اكثر من متر، غادي يمكن يكون هذا النجاح اكثر ويمكننا نوصلوا حتى لصفر حاله يوميا، لان احنا ماشي بعاد، مع العلم كاين حوالي 600 حاله اللي في الاستشفاء الان، ويمكن تكون النتيجة إيجابية ويمكن الحاصلة تكون أحسن في الأيام أو الأسابيع. لا، هو الانخفاض كاين، ولو كتشوفوا دوك الحالات اللي كيبانوا دوك ماشي حالات اللي غادي تزعج المستوى الصحي ديال البلاد. انتما كتشوفوا بعض المؤسسات انتهت المهمة ديالها، ومنها المصحة الخاصة ديالنا اللي المهمة ديالها انتهت. البارح مؤسسة واحدة أخرى انتهت المهمة ديالها. كل نهار غادي تسمعوا مؤسسات انتهت المهمة ديالها، وداك الشيء غادي ينحصر في واحد المنطقة معينة اللي غادي تعالج هاد الحالات اللي كيبانوا بدون ما غادي يوقع تأثير على المستوى الصحي ديال البلاد أو الخطورة. الخطورة كتمثل في الوفيات، مادام الوفيات كتنحصر على وحدات 0-1-2 ماكسيموم، الخطورة ما كاينش. الخطورة هي إلا بدينا نشوفوا العشرة في الحفظ ديال الوفيات والمراكز الإنعاش كتكاثر، تما كيكون واحد التخوف. فهذه الحالة لحد الآن ما كنشوفوهاش وما شفناهاش في هذا الشهر المنصرف، وكنظن بلي أن المستقبل غادي يكون زاهر بإذن الله. كل الناس تتسنى مع 10 ألوغ، بالنسبة ل 10 في الشهر المعطيات اللي حنا ما كنعرفوهاش كاينة بين يدي ديال وزارة الداخلية ووزارة الصحة. هذوك المعطيات اللي كيشوفوا الاعداد ديال الضغوط ديال الحالات الجديده ما يتسمى لو ار زيرو تكون اقل من 0.5. الان حنا اقل من 1، لكن كاين فرق ما بين مدن ومدن، وصعب مدينه كالدار البيضاء ما تكونش هي من المدن اللي غادي ترفع عليها الحجر. دونك القرار اللي غادي يكون كنظن باللي المحور الاساسي غادي يكون حول الدار البيضاء، ونتمنوا ان يكون خير في هذا زعما في الايام القادمه. في رأيي ديالي وكما كانوش هاد الظهور ديال هاد الحالات اللي كيبانوا هكا بطريقة ما غير منتظرة، كنت متفائل على 10 في الشهر. الآن هاد الحالات واش من هنا 10 في الشهر غادي يهبطوا على 20 أو 30؟ ما خصهاش الحالات العدد يتضاعف على الحال اللي كان فيه. مثلا تكون عندك 50 يزيدك 100 وتعاود هذيك 100 يوميا، كترجع عندك واحد تشكيك في المصداقية ديك الحسابات، وكيتاخذ عاوتاني واحد الحذر. اما اذا العدد محدود كيمشي هو كينقص باش يهبط للصفر، كتكون عندك واحد الشجاعة باش ترجع الى رفع الحجر. اما الخطورة زعما قصوى ما كنظنش باللي باقية. الكلمة الأخيرة هو أن المسؤولية على كل واحد فينا. لو كنا كنحترموا هذه المسافة والكمامات وغسل اليدين وكنا اليوم في صفر. أقول وأؤكد أن كان المجموع كان كيحترم الوقاية ديال غسل اليدين ويدير الكمامات ويدير المسافة، لكنا في حوالي صفر الآن ونكونوا حتى في صفر. هادشي كيوقع لما كيكون واحد الاستهتار، ولا كيكون واحد تجمعات ناس ما كيتعرفوش بيناتهم يتلاقاو، وكيكون واحد فيه اللي كيلاقيه لشي واحد آخر. نزيدو نحترموا هاد المسافات كما كنشوفوها في الدول اللي رفعت الحجر. المسافات يخصها بالخصوص لان الكمامات موجودين، الوقايه ديال اليدين والوسط موجوده،
دونك بقات المسافه ما خصش البلاد كلها تكون مقطوعه على الناس ما كيحترموش المسافه، ولا تحترم ترى غادي يكون واحد النجاح في المستقبل. مرحبا. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.